شايف انه تأجيل افريقيا لشهر اكتوبر في صالح الفريق ولا لا؟ بشكل كبير لان عندنا ناس لعيبه مصابه كتير جدا. عندنا كمان احنا بنلعب كل 3 4 ايام مباراه. يعني احنا الحمد لله حسمنا الدوري. هيفرق معانا الفتره اللي جايه دي، هتفرق معانا جدا. الجهاز الفني اكيد عنده سيناريو ان هو اللعيبه اللي هي لعبت فتره كبيره تريح شويه، بالظبط تريح شويه. ده طبعا هيكون يعني بشكل كبير هنكون مستفيدين من الفتره دي. واتمنى ان شاء الله اللعيبه المصابه ترجع باذن الله احسن من الاول، وتقدر ان هي تفيدنا وتفيد اللعيبه اللي موجوده، ونقدر ان شاء الله نحرز وناخد بطوله افريقيا باذن الله. باذن الله.